كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم أصدقائي. اليوم بهذا الفيديو رح نحكي عن البيتكوين وآخر أخبار عملة شيبا. أصدقائي بانضمامك لألي بضمن لك الربح 90%. انضم لأنا لفريق التليجرام، عنا فريق متخصص لدراسة العملة ووضع الصفقات عليها، رابط القناة بأسفل الفيديو. وهلأ أصدقائي خلونا ننتقل للفيديو. الوضع البيتكوين شباب ما تغير، ومناطق 53 رح نزورها بشكل حتمي بالوضع الحالي على الأقل. شباب إذا ما وصلنا لمناطق 62 وإذا درنا نسبة فوق هاي المنطقة بشمعة وحدة، بيكون رح نشوف مناطق 65 بالأيام اللي جاي. أما غير هيك يا شباب بيكون وضعنا سيء، رح نشوف مناطق 53. عملات الميتافيرز حاليا مرتفعة ومحلقة، حاليا هالعملات هاي هي البديل عن باقي العملات اللي صار فيها هبوط. اغلب العملات الرقمية اللي هبطت بنسبة 10%. بتمنى ما حدا يكون باع على الخسارة يا شباب، لاني هاي مجرد لعبة من الحيتان حتى يخوفوكم وتبيعوا بخسارة. وهلأ أصدقائي في أخبار جديدة لعملة الشيبة. طبعا هلأ خلونا نشوف سبب الهبوط لعملة شيبة. بالبداية عملة شيبة ضربت 0.4088 والسعر الحالي 0.4043، واللي داخل تقريبا بهذيك المناطق يعني تقريبا خسر نصف المبلغ. شباب السبب هو حوت كبير باع كمية كبيرة من مدخراته وسبب هالهبوط هاد، حتى ترجع عملة شيبا تتعافى وتوصل لنفس المستويات اللي كانت عليها من قبل. لازم بالبداية حرق عملة شيبا، وهذا حاليا اللي عمال بيصير باستمرار عن طريق المعاملات اللي عمال بتتم عن طريقهم. تالي شغلة راح تساهم برفع عملة شيبا هي اضافتها على منصة روبنهود، لان هاي المنصة ما بتضيف اي شيء اسمه سكام او مخاطرة للناس. المهم الخبر انه روبنهود صرحت راح تضيف عملة شيبا، لكن ما ضافتها بسبب تصريح احد المدراء التنفيذيين بالمنصة. قال بتصريحه انه عملة شيبا خطرة كتير، قال انه هي بتحقق ارباح كبيرة بس بنفس الوقت خسارتها اكبر، وهي كمان من جهة مجهولة، لكن بالضغط على منصة روبنهود من خلال جمع التوقيع لحاملين عملة الشيبا تقريبا صار جمعوا 980 توقيع. فبتوقع انه روبنهود راح تستجيب وراح تضيف عملة شيبا عنده. اصدقائي هي مسألة ايام ووقت ما اكثر. بسبب الهبوط للعملات الرقمية في كتير مؤسسات خسرت رأس ماله. ادراج عملة شيبا على منصة روبنهود راح يخلي سعر عملة شيبا يصعد، حتى راح تضيف ارباح جديدة لمنصة روبنهود بسبب كثرة المتداولين والمحبين لعملة شيبا، وطبعا هن كتار. شباب لحد الان صاروا حرقين 41% من عملة شيبا، يعني الفريق الحمد لله شغال، وراح يتم الضغط على منصة روبنهود لإضافة عملة شيبا، وراح يتم حذف صفر من عملة شيبا. هذا الشيء أكيد أصدقائي. هذا كل شيء بخص الاستثمار، وإذا كنت بتحب الصفقات المضاربة اليومية انضم لنا لفريقنا، عنا خبراء متخصصين لدراسة العملة ووضع الصفقات عليهم. صديقي رابط القناة بأسفل الفيديو، لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لايك ليصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية، وإلى اللقاء أصدقائي بفيديو آخر.